إذا حملتنا هاشتاج لك عين بعد مستمر ابعتوا لنا كل شيء بيخطر على بالكم فيديوز على الواتساب أو على السوشيال ميديا بعالم الصباح. لكن المشاهدين قبل ما ننتقل على صحة السلامة بدي أذكركم بإن شيب، إن شيب اللي استمر 6 7 8 9 اليوم آخر يوم له. نحن طبعا فريق عالم الصباح كله متواجد تحت لأنه يلاقيكم وين ما كنتوا بأي ستاند ممكن تلتقوا بأفراد برنامج عالم الصباح. عم يصير في عروض متواصلة دايما، وطبعا كل شيء خاصه بالجمال موجود بهالمساحة الكبيرة بإنشيب 2015. كمان اليوم لقونا من 3 إلى 10 بالليل رح نكون متواجدين بإنشيب بالبيل. على صحة السلام اليوم اتصالاتكم المباشرة، وطبعا رح تذكرنا بالمسابقة يلي بيهتم فيها ريوة. صباح الخير ريوة. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. أكيد بدي أذكر المشاهدين أنه اليوم آخر يوم للتصويت لمسابقة نو تو بيت اللي هي عم بتنظمها أربع جمعيات، جمعية فيرفاس، ميجلات فاونديشن، الجمعية اللبنانية للأمراض السرطانية، و وان ويج فاونديشن أو أسوسيشن، لحتى بالتعاون أكيد مع وزارة التربية والتعليم العالي لنشر الوعي عن خمس أمراض سرطانية بالمدارس الرسمية: سرطان الجلد، سرطان الثدي، سرطان الخصية، سرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم. ب 15 مدرسة ببيروت شاركوا بهالمسابقة بالمرحلة الثانوية، اختاروا موضوع وحضروا مواد تثقيفية له. فكان هالصف اللي كله اشتغل 15 تلميذ مجموعة اشتغلوا، أكيد عملوا ريسيرش وبحث وفهموا أكثر عن هالموضوع، فهذا كان شيء تثقيفي لهم بالأول. وثانيا هالمواد اللي هن حضروها سواء بوستر أو كتيب أو فيديو قصير رح يعني شافوه زملائهم، رح ينعرض بعدة محلات، حتى على البيلبوردز البوستر الربحاني رح تكون على الطرقات إن شاء الله قريبا. لجنة التحكيم رح تختار ثلاث مدارس تنجح، لكن أنا حبيت بعالم الصباح لأنه أنا ضمن لجنة التحكيم لقيت شغل التلاميذ كتير حلو، فقلت ليه ما منخلي المشاهدين والجمهور كمان يشوفوا شغلهم على الأقل الفيديو بس ويختاروا الفيديو الأفضل. فرح يكون في جائزة لتصويت الجمهور، يعني للفيديو اللي بيختاروا الجمهور. فبيدخلوا على الفيسبوك عالم الصباح وبيروحوا على اللينك اللي هو للمسابقة، في 15 مدرسة بيختاروا الفيديو اللي بيلاقوه الأفضل برأيهم. نعم. التصويت بيوقف اليوم مع انتهاء عالم الصباح، فبليز اللي بعد ما دخل على صفحة الفيسبوك لعالم الصباح وصوت بليز ادخلوا شوفوا، لأنه عن جد شغل هالتلاميذ كتير حلو وكتير في خلق وإبداع، وبدنا نشجعهم، بدنا نشجعهم ويعني نعطي أهمية لشغلهم لأنه شغلهم فعلا كتير حلو. اوكي، ونحن اكيد بعالم الصباح لاحقا رح نعلن عن ثلاث مدارس اللي فازوا والمدرسه اللي فازت بافضل فيديو بناء على تصويت واختيار الجمهور. انا بدي اذكر المشاهدين انه نحن بانتظار اتصالاتكم، اي حدا بحب يطرح سؤال على روى في يتصل ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه. اوكي، رح بلش انا بالايميلز اللي وصلوني قبل. سؤال عن البي اس اي تيست، وهو هذا التيست او الفحص اللي بينعمل للكشف عن بروستيت كانسر او سرطان البروستات. فالسؤال هو باي عمر لازم الرجال يبلشوا يعملوا هالفحص؟ طبعا هذا يعتبر من السكرينينج تيست او الفحوصات اللي هي للكشف المبكر، مثل ما بنقول للنساء في الماموغرافي صوره شعاعيه للثدي، او الالترا ساوند الصوره الصوتيه، في الفحص النسائي السنوي او الباب سمير اللي هو طبعا مع الفحص النسائي في الباب سمير او اللي هو فحص الازازه لنكشف عن سرطان عنق الرحم، في للرجال البي اس اي تيست اللي هو لنكشف اي تغير عم بيصير بغده البروستات. بي اس اي بيصير بفحص بالدم. نعم، مش الفحص السريري اللي بصير بالبروستات. لا، لكن هن لازم يكونوا مترافقين مع بعض، يعني فينا نقول انه الرجال اللي ابتداء من عمر الخمسين لازم يحكوا مع طبيبهم انه
بلكي لازم نعمل فحص البي اس اي اللي هو عن طريق فحص الدم. البي اس اي هو بروتين معين مثل يستعمل كمؤشر لنعرف اذا في تغيرات. ومرات ما بدنا نخاف، اذا البي اس اي كان عالي مش دائما هالتغيرات غير حميده، يعني مش دائما هالتغيرات سرطانيه، فيها تكون تغيرات غير حميده وبتتعالج. ومثل ما بنعرف السرطان البروستات في انواع عديده، في منها كثير بطيئه التقدم يمكن لدرجه ما في لزوم ينعمل لها علاج، لكن بتتراقب. في منها لا سريعة التقدم لازم يكون في علاج، فبتختلف. نحن اللي بهمنا نكشف على بكير. فجوابا على هالسؤال، ابتداء من عمر الخمسين لازم نعمل البي اس اي مع الفحص السريري عند الطبيب. نعم، هي شغلة كتير مهمة. وبالتالي بس واحد وحده ما بيكفي، بيعطينا مؤشر، لكن نحن بدنا نكون متأكدين، لأنه البي اس اي لما بيقرا الطبيب النتيجة بياخد بعين الاعتبار العمر، بياخد أي تغير بغدة البروستات، يعني عن طريق الفحص السريري متغير الحجم، متغير الشكل، أي تغير عم بيصير. إذا البي اس اي اختلف من سنة لسنة بفرق كتير قوي، ارتفع هيك بصورة مفاجئة، مش بعده ضمن يعني ضمن المقبول إذا عم بيزيد أو بعده نفس الشيء، وإذا في أي نوع أدوية أو علاجات عم تتاخد ممكن تأثر تسبب انه ارتفاع بالنتيجه. هل بالاحصاءات بتقول انه النسبه عاليه لامراض سرطانيه للبروستات؟ هلا هي تعتبر يعني من اذا فينا نقول ما عندي ارقام دقيقه، لكن هي تعتبر من السرطانات اللي ممكن تكون نوعا ما شائعه عند الرجال، لكن اللي بيطمن انه التغيرات بتكون حميده بكثير من الاوقات اكثر من ما انها تكون سرطانيه. في العامل الوراثي بيلعب دور. يعني بنقول من هيك اذا بدنا نعطي توصيات لامتى الفحص بيكون، بنقول للاشخاص اللي هن هاي ريسك، يعني عندهم اب او اخ صار عنده سرطان البروستات بعمر صغير قبل عمر ال 65، هدول ببلشوا يعملوا سكرينينج او ببلشوا يعملوا البي اس اي من عمر ال 45 سنه. لانه وراثي؟ العامل الوراثي بيلعب دور. طبعا مش بالضرورة انه اذا ما عنا عامل وراثي انه اكيد 100% ما بيصير، في احتمال انه يصير، لكن بيصير الخطورة مثله مثل اي شخص تاني. الاشخاص اللي عندهم شوي خطورة زيادة او احتمال اكتر اذا فينا نقول، هن اللي عندهم العامل الوراثي، يعني في اب او اخ صار عنده سرطان البروستات بالعائلة بعمر صغير. منبلش بعمر ال 45. إذا لقى ما عنا عوامل هالخطر هيدي من عمر ال 50 وما فوق، منبلش نعمل ال PSA تيست، وأكيد حسب توصيات الطبيب كل إمتى منراجع، يعني ما في توصيات دقيقة بتقول كل سنة. الطبيب هو بيرجع حسب وضع الشخص، صحته، عمره، أدوية عم بياخدها، التغيرات اللي عم تصير، نتيجة ال PSA بيقول يا أما كل سنة يا أما كل سنتين أو ثلاثة، بيعطينا التوصيات اللي هي خاصة بكل رجل لوحده. أوكي؟ تاني سؤال. أنا سوري تشردقت ما بعرف ليه. صح. عالبك. سؤال عن الباك بين أو ألم الظهر. عم تسألني إنه الرياحة بالتخت بتساعد على إنه نعمل كنترول للألم، إنه نضبط الألم أو نخفف الألم. هالسؤال كتير مهم، لأنه مين منا ما بيوجعه ظهره هالأيام؟ يعني سواء يا اما من وضعيه الجلوس الغلط، يا اما قعده طويله قدام الكمبيوتر، او قله الرياضه حتى كمان. قله الرياضه طبعا كثير مهمه، لانه نحن بدنا نقوي عضلات الظهر لحتى العمود الفقري يكون ممسوك مظبوط ومرتاح، وبدنا نقوي عضلات البطن لحتى كمان، يعني نحن ما بنقول بدي قوي عضلات الظهر، منا نقوي عضلات البطن ليقوى الظهر كمان، فهني بيجوا مع بعضهم. ممكن السواقة لوقت طويل، يعني في كتير أسباب لألم الظهر، وكمان ممكن الديسك، ممكن كتير أمور. هلأ بحسب الريسيرش والأبحاث، في دراسة صدرت مؤخرا راجعت عدد كبير من الأبحاث عن الباك بين أو ألم الظهر، وخصوصا بالمنطقة السفلى من الظهر. مرات بيقول صار عندي شو بيقولوا لها مثل انزلاق او شو بنقلها مرات، بتزيح الخرزه عن الخرزه، ايه اللي هو بنعمل حركه غلط، بنكون عم نوطي نشيل شيء وبعدين برقه، عم فتش على الكلمه، بنقول برق ظهري. ففي كثير حالات بتصير هي بتكون هالبرقه الظهر هي نتيجه تشنج العضل. لانه هالحركه الغلط شد العضل ليحمي العمود الفقري، تشنج بطريقه قويه، فصار عندنا هالالم والظهر صار ما قادرين. اللي هي بتاخذ وقتها كمان، يعني بتاخذ وقتها. فتبين انه راجعوا عده دراسات انعملت على هالموضوع، لقيوا انه الباد ريست او الرياحه بالتخت منيحه لكن لوقت قصير. كنا قبل نقول يا عنده وجع ظهر خليه ينام ويرتاح وما يتحرك وما يعمل شيء، خشب وما خشب. مظبوط. هلا طبعا لازم الفرشه تكون نوعا ما فيها سبورت او دعم، يعني ما تكون الفرشه اللي كثير طريه
تنزل بتخفص، لا شوي بتدعم الظهر، يعني بتلحق شكل الجسم، لكن ما ضروري ننام لوقت طويل، نرتاح شوي، يعني عطيه حد اقصى 48 ساعة بس، يعني يومين بنرتاح، لكن بالعكس تبين انه كل ما تحركنا كل ما فترة الشفاء كانت اسرع واقصر. هيدي كتير مهمة، بتساعد على انه ما ضروري نقعد بطريقة ما نتحرك ابدا، نتحرك شوي شوي، ممكن نعمل رياضة طبعا تحت توجيه يعني ارشادات الطبيب، خصوصا اذا بنتعلم حركات ستريتشنج للاشخاص اللي عندهم مشكلة بظهرهم، الستريتشنج كتير بيساعد يرخي العضلات وبالتالي يخلي هالفقرات ترتاح عن بعضها ويبطل في ضغط على الاعصاب. اوكي، فبدي اقول لك انه الرياحه بتساعد، لكن ما بدك تقعدي وخلص يعني ما تتحركي، لا بالعكس كل ما تحركنا شوي شوي كل ما احسن، تحركات تكون بشكل صحيح يعني اكيد المطلوب. اكيد وتدريجيا، يعني نجرب انه بحسب اكيد نسمع لجسمنا قد ايه عم نتالم، وطبعا اذا الالم استمر لوقت طويل مع كل هاللي عملناه اكيد هون بدنا نشوف طبيب ونراجع. ثانك يو لك ريوا، بنشوفك على راديو يوم الاربعاء بحلقه جديده لكل المشاهدين. بليز ما تنسوا صوتوا من هلا لختام على الصباح طبعا للمسابقه للمدارس اللبنانيه والتوعيه حول الامراض السرطانيه. لكل المشاهدين بريك قصير، بعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم، رح يكون خفيف نظيف مع كارلا.